عايزك تختبر نفسك وتشوف مستواك كده في الفرنش، ده امتحان الكتروني بعد ما تخلصه هتظهر نتيجة على طول، وتعرفني في التعليقات جبت كام. هتنزل تحت كده في الاختبار الالكتروني ده وهتضغط الدخول على الامتحان من هنا. هيظهر عندك الامتحان، وزي ما انت عارف طبعا الاسئله كلها اختيار متعدد. اول حاجه يكون عندك الدايلوج وعليه اسئله، وطبعا كلها زي ما انت شايف اختيار متعدد. عايزك تحسب الوقت، تشوف انت خلصت الامتحان في قد ايه والدرجه اللي هتجيبها كام، واكتب لي درجتك في التعليقات.